في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، قامت القافلة الطبية بالكشف المجان على أهالي وحدة الأمل الصحية التابعة لمدينة رأس غارب. هذا وقد تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمات الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. احنا النهاردة في وحدة الأمل برأس غارب بنقدم خدمة طبية متميزة داخل نطاق القوافل العلاجية اللي بتجوب جميع أنحاء محافظة البحر الأحمر، من أقصى الجنوب من حلايب إلى أقصى الشمال لغارب. القافلة الطبية متوفر فيها جميع التخصصات الطبية ومعمل متكامل مع أشعة وصيدلية بتقدم 104 صنف في جميع التخصصات.